أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حدائق وأعنابا وكواعب أترابا حدائق وكواعب ترابا وكأسا دهاقا لا يتكلمون إلا
يوم يقوم شيئا.
اليوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. وما الصمد لم يلد الصمد لم يلد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا ولم يكن له ولم يكن له أن أحد.
الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العظيم. اللهم إنا نسألك في مقامنا هذا يا الله، نسألك في ليلتنا أكرم نزله يا الله. اللهم نول عليه في قبره مد بصري يا الله. اللهم أبدل هدى خيرا من داره يا الله. جعل مرضه شافعا له يا الله. اللهم شفع فيه القرآن يا الله. اللهم اغفر لحينا وميتنا يا الله، صغيرنا وكبيرنا يا الله، حاضرنا وغائبنا يا الله، ذكرنا وأنسانا فأدخلهم الجنة يا الله. اللهم اجعل القرآن ستارا لنا عن النار يا الله. يا مطلع علينا فوقنا الأمر إليك، ومن علينا لا نشكو إلا إليك. يا عالم بكل علوم، يا سامع دعاء المظلوم، لا تجعل بيننا ولا بينكم شقيا ولا محروم. حسبي ربي جل الله، ما في قلوبنا غير الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. في شرف النبي محمد صلى الله عليه وسلم وآل بيته.
وكذا الرحمن والإسلام قد ختمتنا بآيات الله البينات. ترى على مسامح حضراتكم فضيلة الأستاذ القارئ الشيخ محمود إبراهيم النجار القارئ والمقيم بقارة البهائي التابعة لمركز مدينة كفر ضرور. أما بذلك على الصوت والضوء إدارة أولاد الحج والحرب المقيم بقارة البهائي والشيخ الله سعيد جميعا. والسلام عليكم ورحمة الله.